صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا. عندنا النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن كده فراخ بالخضار بالكريمه وجنبيه رز بسمتي بطريقه لذيذه وجديده جدا. وعندنا كمان النهارده سلاش المانجا. تعالوا مع بعض كده نشوف الوصفة الفراخ بتاعتنا النهارده. صدور فراخ مكعبات، تمام، صلصه طماطم، بصل ابيض مفروم، فصوص ثوم، مكعبات مرقه فراخ كاري وكركم، بهارات وبابريكا، وكمان كريم تشيز وكريمه. معانا الخضار قليين وكده في الزيت، بطاطس وفلفل وبتنجان. البصل اللي في النص ده مش تبع الفراخ، تبع الرز. خلاص، طيب هنحط، بصوا المقادير على الشاشه. الوصفه دي مقاديرها كتير بس كلها متاحه. بصل متاح، كركم وكاري وزيت وتوم وكمون وفلفل وملح وفلفل، صلصه طماطم تاني، مكعبات مرقه، بابريكا وبهارات فراخ. كمان عندنا بتنجان وبطاطس، ولو حابين انا مش هحط يعني، ممكن ميه دي لو انا حسيت ان الفراخ لسه عايزه تستوي. وعندنا كريم تشيز وقشطه او كريمه. خلاص كده، والرز اللي هنقدمه النهارده رز بسمتي كده بالشعريه، معمول بطريقه لذيذه جدا. هحط معلقتين زيت، خلاص الفراخ حبتي احطها هنا كده. هسيب الفراخ كده شوية بس، ايه، قبل ما اغطيها هحط لها حبة ملح ورشة فلفل اسود. خلاص، وهسيبها كده ايه شوية، تمام، عقبال ما الفراخ بس تبتدي انها تلون كده وتستوي. هنبتدي هنا نعمل الرز. الرز بتاعنا عشان بس يلحق يستوي، عندنا الرز بسمتي اهي، رز بسمتي، عندنا شعرية، مكعبات مرقه، هستخدم كمان البصل المقلي في التقديم. هي دي بس وصفه الرز. وبما ان في توم ممكن احط كده ايه فصين من التوم. هجيب التوم كده معانا. وفاء، صباح الخير يا استاذه غاده. صباح الفل، ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب دايما. قوي 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 قوي، شكرا لحضرتك، شكرا ليكي. عايزه اعرف، انت قلتي لي على نوع بطاطس اللي هو بتحطله جبنه مثلثات وكريمه، اعملها ازاي واحطها في الفرن ولا ايه، ولا اعمل ايه؟ اللي هي ايه، صينيه البطاطس؟ لا، مش صينيه بطاطس، بطاطس عاديه للفطار او العشاء. حاضر حاضر، بطاطس للفطار او العشاء. حاضر احنا كنا عاملين من كام يوم كده بطاطس حلوه قوي، ممكن نزل مقاديرها يوم الاحد. البطاطس كانت المحشيه دي تنفع عشاء حلوه قوي، وممكن نستغنى عن اللحمه لو عايزين، وممكن تحطوها. بس انا دايما بقول اللحمه بالذات بتاخد وقت طويل قوي في الهضم، فيفضل ان احنا ما ناكلهاش قبل ما ننام على طول. خلاص، تاخد وقت طويل عقبال ما بتتهضم، تاخد من 7 لـ 8 ساعات. طيب هحط هنا بقى الزيت عشان الرز كده. هحط التوم، ريحته كده تطلع، والشعرية اصلا انا محمراها
لو كنت مش محمره الشعريه كنا هنحطها وبعدين نحط الرز، بس انا هحط الرز الاول. فلفل اسود. نزلي لي في كذا حاجه، وفي عندنا بطاطس بالبيض الاومليت كمان. احط بقى الرز كده. ونقلب. بصوا اتاكد ان الرز كله متحط بالزيت والملح والفلفل والثوم. اهي صوابع بطاطس بالبيت دي حلوه قوي قوي بجد، كانت من الحاجات الجميله جدا. نحط طريقتها كمان اهي كده. ونقلب كده. بصوا تقريبا الشعريه قد الرز البسمتي. دي بقى حلوه لو ما عندناش رز كتير، ممكن نحط كوبايه رز معاها 3 اربع كوبايه شعريه، بتنفش كده وبتخلي الطبق اكبر. وعايزه اقول لكم الطعم بيبقى لذيذ جدا جدا. اهو حاطين فص تومه شوحناها كده تشويحه، بعد كده حطيت الرز ياخد خلطه الملح والفلفل والتوم، والشعريه كانت مقليه وجاهزه. هنحط مكعبات المرقه دلوقتي، وهحط الميه واسيبها لحد ما يستوي. طيب احنا هنا الشعريه هتاخد نفس معيار الرز البسمتي، يعني احنا بنقول كوبايه رز عليها كوبايه ونص ميه، فاحنا كده هنحط هنحط 4 كوبايات. انا هغطيه واشوف لو محتاج تاني، بس انا حاسه كده ايه حلو قوي. بس خلاص كده اسيبه يستوي بقى براحته خالص، وابقى ابص عليه بس محتاج ملح او حاجه ولا لا. طيب الفراخ كده هقلبها تقليبه. انا عايزاها كلها تبيض، لانها بعد لما تبيض كلها هشيلها واحط هنا بقى، ابتدي احط البصل واحط بقيه الحاجات، مش هحطها على الفراخ. اجهز بقى الحاجه كده. الثوم 3 فصوص ثوم اهو. هجيب بقى بولة صغيرة كده هحط فيها التوم، هنتبل بقى التوم والبصل. ماشي. زيت. بصل. معانا بقى البابريكا، الكاري، الكركم، بهارات الفراخ، حبة الكمون. ونقلب. يبقى انا تبلت البصل مع الثوم مع البهارات اللي عندي اللي هي بابريكا وكاري وكركم، بهارات فراخ، حبة كمون، فلفل اسود وملح. ونقلب. خلاص كده دول اتبلوا حلو قوي قوي كده. نبص على الفراخ.
بصوا خلاص كده احنا بقى ممكن نطلع فاصل. هنطلع من الفاصل هحط الفراخ دي في بوله ماشي، ونرجع نحط مع بعض البصل مع الزبده واسيبه لحد ما يستوي كده شويه قبل ما احط له الفراخ تاني. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا لسه مطلعه الفراخ حالا، حتى بصوا البخار اللي طالع منها اهي ماشي. هحط بقى كده البصل، نفتكر مع بعض عملنا فيه ايه. ده بصل مع ثوم مع بابريكا وكاري وكركم، بهارات فراخ، حبه كمون ماشي. حط حبه زيت، اول ما احس ان البصل ابتدى يستوي هبتدي احط مع الفراخ. بصوا الفراخ اصلا استوت تلات ارباعها. حط مكعبات مرقة، بس واسيبه بقى ايه براحته. نحط الفراخ في البولة اللي كنت متبلاها فيها البصل. طيب عقبال ما البصل كده ايه ياخد سواه، تعالوا نشوف السلطه اللي معانا النهارده لذيذه جدا. سلطه جبنه فته بشويه حركات كده مع زيت زيتون. عندنا شرايح من البرتقال المجفف، حلو جدا وناس كتير بتحب انها تاكله. في كل انواع الفواكه المجففه، اناناس، كيوي، كانتالوب، شمام، برتقال، ليمون، الحاجات دي موجوده دلوقتي ومتوفره ولذيذه جدا ومفيده، بالذات للناس اللي بتحب كل شويه تاكل سناكس، فمش لازم ياكلوا شوكولاته او اي حاجه فيها سكريات، ده بيبقى حاجه مفيده جدا. خلاص عندنا زيتون اسود واخضر مخلي من البذر، عندنا حبه كمون، زيت زيتون، كزبره او بقدونس، شرايح من الزيتون الاسود، تشيلي مجفف، وتوم. هجيب البوله اللي هعمل فيها الدريسنج بتاعي مع زيت الزيتون خلاص، وحبه الليمون، بس ليمون مش كتير. زيت زيتون، حبه ليمون، الكمون، التوم يا اما مفروم فرم ناعم قوي لو مش بتحبوا تزوروه، يا اما مجروش، انا بحبه شخصيا مجروش. الفلفل لو مش جايبينه كده نقطعه بالطريقه دي.
مش عايزه بس اسرح والبصل ايه. بس هبتدي بقى احط الفراخ. اكمل كده الفلفل. نقلب كويس قوي. وعلى فكرة كل ما نكتر زيت الزيتون كل ما هيبقى ألطف بكتير. هسيبه بقى متبل هنا كده شوية قبل ما اجيب الطبق اللي هقدم فيه السلطة. هحط قالب الجبنة كده زي ما هو، وهبتدي اوزع عليه الزيتون الاسود والاخضر والشرايح واللي هو بدون بذر، وهبتدي اوزع عليه حبة الخضرة والكمان الشرايح البرتقال اهي. ماشي، عشان كده حتى لبست جلافز طرية، وهيبقى طعمها طعم الحاجة جميل جدا. تتحط كده في التلاجة في علبة كده بعد لما نخلص حتى، وممكن كل ما نعوز ناخد ايه منها حتة زيتون. خضرة كل ده قبل ما نحط الدريسنج. هسيب الدريسنج ده شوية كده. هبص على الفراخ ونطلع فاصل بقى. ماشي، لسه فاضل لها ايه. انا عايزة الصوص ده يتقل شوية. هحطله بقى قبل ما اطلع فاصل. لو عايزينها شويه سبايسي مع معلقه من الصلصه، واقلب بس واسيبها بقى تستوي اكتر من كده شويه. عايزه الفراخ تبقى دايبه خالص قبل ما احط عليها بقيه الخضار مع الكريمه مع الكريم تشيز والقشطه. خلاص، ممكن تدخل الفرن وممكن تسيبوها كده زي ما انتوا حابين. نبص على الرز كمان، انا حاسه ابتدى يبقى مفلفل خلاص. الرز خلاص استوى. قبل بقى من يعني هو كده استوى وانا هقفل عليه، احط له ايه بقى كده عشان يبقى بيلمع؟ مكعبات من الزبده. خلاص، نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا دلوقتي بعد الفاصل. تعالوا مع بعض بقى قبل ما نعمل اي حاجه. طبق السلطه كان جاهز، جبنا فتة قالب كده حطيناه، وزعنا عليها زيتون مخلي من البذر سواء الاسود او الاخضر، حطينا عليه شرايح من البرتقال المجفف والبقدونس، والدريسنج بتاعنا هنا كان عباره عن ثوم وزيت زيتون وليمون مع تشيلي مجفف وشويه من البقدونس، وحطيت زيت زيتون حبه حلوين قوي. هنعمل كده، وزي ما قلت الخلطه دي بتبقى حلوه قوي لو زي ما هي كده بعد لما خلصنا اكل منها واتبقى حطيناها في علبه وحطيناها في التلاجة كل ما نعوز نستخدمها
زيت زيتون، جبنه ماشي اهي، زيتون وبقدونس وشرايح من البرتقال. خلاص كده انا هنا جايبه معاها برضو توست محمص، ممكن ايه نحمصه ونقسمه كده ونحطه كده، بيبقى لذيذ جدا مع السلطة. نجيب واحدة كمان. تمام. طيب ابص على الفراخ بقى كده استوت وبقت جميلة جدا. هبتدي بقى احط الخضار بتاعي اللي هو عبارة عن ايه؟ باذنجان، بطاطس، فلفل، واقلبهم كويس. الطبق ده من احلى الاطباق للعزومات، بيرمي كتير وحاطين كميه خضار حلوه قوي. وعايزه اقول لكم البهارات مخليه الطبق لذيذ جدا، فهتلاقوا ان الطبق بيرمي معاكم. يعني ده نص كيلو فراخ، بصوا عاملين كل ده مع حبه خضار. فاضل ايه؟ اه فاضل بقى هحط معلقه من القشطه، ودي اختياريه، او الكريمه. خلاص، وممكن زي ما هو كده تحطوا عليه طبقه قشطه والساور كريم وتدخلوها الفرن لو عايزينه زي الجراتان شويه. هنقلب ممكن نزود معلقتين قشطه كمان. عايزه اقول لكم هي مش هتبان، هو هيبان بس ان في طعم كريمي كده حلو جوه، لكن مش هيغير خالص من الوصفه، هو هيزود بس الفليفر، هيخليه اطعم. كده بس خلاص اقدم بقى الطبق بتاعي الحلو ده، ايه رايكم؟ الله الله الله، احلى طبق فراخ بالخضار ممكن تدوقوه، وفي الاخر هتاكلوا حاجات فيها خضار ومفيده وفي نفس الوقت طعمها لذيذ قوي. نفرد كده ونحط في النص نقسم الكمية كده من الساور كريم. دي بقى بتكسر الدسامه بتاعت الطبق، وعايزه اقول لكم بيبقى طعمها لذيذ قوي. خلاص طيب كل ده عايزه اعمله قبل ما ابتدي في الايه، في انا النهارده عامله سلاش مانجا. عارفين الحاجات اللي احنا كده بنحب نشربها كده واحنا داخلين السينما، اهو شبههم كده حلو جدا. ليه سلاش جرانيتا؟ هقول لكم بتتعمل بطريقه سهله في البيت عشان اللي حابب ان هو يعملها، بالذات الناس اللي بتحب الحاجات المتلجه.
طيب الرز كده خلاص، حتى الزبده اهي ساحت. هنعمل ايه هنا بقى للسلاش بتاعنا؟ خلي دول كده على جنب. اول حاجه عندنا مانجا متلجه كويس قوي، عندنا ورق نعناع، عندنا تلج، بس هو ده اللي احنا محتاجينه. ممكن نزود حلقات من الليمون للزينه. اول حاجه هعملها ان انا هحط المانجا بتاعتي كده، دي متلجه جدا، هحطها. مش عايزه احط عليها ميه خالص، خلاص اقلبها كده. هي عشان برضو متلجه هتاخد ايه، هتاخد وقت شويه. احط كده المانجا خلاص، هجيب كمية تلج حلوة. بس واحاول ان انا اجرش. بصوا احنا هنقعد كل شويه نشغل الخلاط، اهم حاجه الخلاط يبقى بيجرش تلج، ونقفله عشان يبقى زي التلج المفروم او المجروش. فاحنا ممكن نطلع فاصل نعمل العمليه دي عشان بس الازعاج، ونرجع اقول لكم هنكمل المشروب بتاعنا ازاي. خليكم معانا. رجعنا تاني بعد الفاصل، لسه هو بجرش التلج. بس الخلاط بياخد وقت شوية. بصوا بصوا عامل ازاي، تعالوا بصوا. عارفين الازاز لما يبقى مكسر كده هو نفس ايه، وده اللون ده مطرح بواقي المانجا اللي كانت موجودة. طبعا احنا هنعمله احلى ما بنشتريه، لما بنشتريه بيبقى كله تلج وفي عصير حاجات بسيطه اهو، لكن ده اغلبه مانجا. نعمل كده اخر واحده خلاص كده. عشان كده التلج لوحده والمانجا لوحدها، عشان التلج ما يدوبش جوه المانجا. دي بقى اخر لفه عشان ايه يتخلطوا كويس قوي مع بعض قبل ما ابتدي ان انا احطه في المانجا. بس كده خلاص، هوريكم بقى القوام عامل ازاي. بصوا بصوا كل ده تلج بالمانجا. عايزه اقول لكم يعني منعش 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 بطريقه حلوه جدا، هتتبسطوا جدا. ممكن بقى تختاروا اي نوع فاكهه وتعملوا بيه، ممكن كيوي، ممكن تين، ممكن رمان، اي حاجه انتوا بتحبوها.
كده ماشي. بس عشان الوقت بصوا على المج ده التاني سلاش فيه يعني ده زبادي. لا ده يبقى حاجة تانية. نعمل اخر مرة بس عشان لا عايزة اظبطه. تمام كده خلاص. والنعناع بقى ورقتين النعناع المفرومين دول بيدوا طعم لذيذ جدا للمانجا. ممكن تحطهم وممكن لا. كده سلاش المانجا بقى جاهز. طبعا ده هيبقى فيه مانجا اقوى شوية اهو. خلاص كده سلاش المانجا بقى جاهز. نجيب كده شرايح الليمون نبتدي نحطها كده وهنا كمان. وكده عملنا النهارده سلاش المانجا اللي بالنعناع. فاضل ايه بقى؟ فاضل ان احنا نغرف الرز عشان خلاص انا ايه لازم اقول لكم باي باي. الرز عملناه ايه سريعا بقى كده؟ عملنا الرز النهارده بالشعريه، رز بسمتي بالشعريه مع فصين توم مع مكعبات مرقة خضار او فراخ. سيبناه يستوي على الاخر خالص، حطينا المية بنفس ما بنحط معيار الرز، وبعد كده حطيت زبدة وسبتها تسيح. بصوا طالع عامل ازاي، بصوا مفرفر ازاي، بصوا الجمال كده واحنا بنحطه في الطبق. والشعريه بقى طالعه لذيذه، مش باينه بقى انها شعريه، بتبان ايه انها رز بس بلون مختلف. بس عايزه اقول لكم بتدي للرز البسمتي طعم حلو قوي. ده كمان دقت كده برغل بالشعريه، المطبخ الشامي بيعملوه بس مش البرغل بتاعنا، بيبقى برغل شامي مختلف شويه عن بتاعنا، بيبقى اكبر كده شويه ولونه اخضر، بيبقى لذيذ قوي برضو. ممكن يتعمل باللحمه بالفراخ وممكن يتعمل ساده. طيب كده اهو الرز خلص. الله الله الله. فاضل البصل المكرمل عليه، هيديله طعم خطير مع الرز. وكده نكون خلصنا
وصفات النهارده في الحلقه البسيطه اللذيذه دي. عملنا النهارده رز بالشعريه، رز بسمتي بالشعريه مع البصل المكرمل زي ما انتم شايفين كده. عملنا فراخ بالخضار المقلي والبهارات كتكاري وكركم وبابريكا، بهارات فراخ وكمون، وحطينا معاها معلقتين قشطه كده في الاخر، وحطيت عليها كريم تشيز او ساور كريم المتاح عندنا. عملنا كمان سلطه جبنه فته بزيت الزيتون مع شرايح البرتقال المجفف والزيتون والخضره سواء كزبره او بقدونس. عملنا سلاش المانجا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.